إذن من خلال الأمثلة التي رأينا والتي قرأنا والتي تعرفنا من خلالها على الكثير فيما يتعلق بالحال والتمييز، هل نستطيع أن نصل إلى الفرق بين الحال والتمييز؟ أمامك هذه الفروقات المتجلية بين الحال والتمييز. قلنا في تعريف الحال أن أنه نكرة منصوبة، طبعا قلنا بأنه يمكن أن يكون معرفا في حالات، وأعطينا مثال ذلك، جاء الولد وأقبل الولد وحده أي منفردا. إذا النكرة منصوبة، يشترك الحال مع التمييز في هذه النقطة أنه كلاهما يأتي نكرة منصوبة. لاحظ، نكرة منصوبة. الحال يأتي مشتقا، وتعرفنا على معنى كلمة مشتق، ذات زائد معنى. أما التمييز فلا يرد إلا جامدا، وقد يؤول بمشتق مثل ما رأينا في المثال، انطلق اللاعب غزالا، بمعنى انطلق اللاعب مسرعا كالغزال، فمسرعا هي مشتق، فأولنا غزالا بمشتق هو مسرع. يبين هيئة صاحبه، الحال يبين هيئة صاحبه، في حين أن التمييز يفسر إبهام ما قبله، يفسر إبهام شيء مبهم ورد قبل التمييز. يجيب عن السؤال كيف، أقول كيف أقبل، كيف جاء، في حين أن التمييز يكون بمعنى من. يقع مفردا الحال أو جملة أو شبه جملة، التمييز لا يكون إلا مفردا. الحال يمكن أن يرد متعددا، يمكن أن أعدد في الحال، في حين أن التمييز لا يقبل التعدد، فهو يكتفي بواحدة، أي بكلمة واحدة، فهو يكره ويبغض وينفي التعدد عنه، في حين أن الحال يقبل التعدد. في نهاية هذا الدرس إلينا وإليكم جميعا هذه الأمثلة، سنحاول من خلالها أن نعرب بعض الكلمات والعبارات حتى تكون خلاصة درسنا، ونكون على معرفة تامة بدرس الحال والتمييز. يقول الشاعر: وكم حافر حفرة لامرئ سيصرعه البغي فيما احتفر. يقول شاعر آخر، إذا المثال الأول، الثاني يقول: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، فوق القمة العالية الشماء، أرنو يعني أنظر إلى الشمس وأتأمل، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا. كلام لا يصدر إلا من إنسان ذو إرادة وعزيمة، بالسحب والأمطار، هناك ضرورة شعرية، بالسحب والأمطار والأنواء، جمع نوع. مثال ثالث: كفى بالمرء أو كفى بك داء. يقول الشاعر: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. المثال الرابع: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعم القنا بين الرماح وخفق
البنود الرايات. يقول المثال الخامس: السيف أصدق إنباء، البعض يكتب أنباء، من الكتب في حده الحد، في حده الحد بين الجد واللعب. آخر مثال: إنما الميت من يعيش كئيبا، من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. المطلوب مني أن أعرف بعض الكلمات والعبارات. عندي أرنو، هناك بعض الأشياء رأيناها، وهناك بعض الأشياء رأيناها اليوم: شافيا، عش عزيزا، وأنت كريم، السيف أصدق إنباء، إنما الميت كاسفا باله، سأعيش رغم الدائرة إن كان نسل فوق القمة الشماء، وكم حافر حفرة، حافر حفرة لامرئ سيسرعه البغي. إذن المطلوب مني أن أعرف ما تحته السطر. نقرأ جيدا، نتمعن، ثم نحاول أن نعرب هذه الكلمات وهذه العبارات. وكم حافر حفرة لامرئ. لو سألت الطلبة الكرام وقلت لهم ما معنى كم هنا، لقد رأينا كم الخبرية وكم الاستفهامية. كم حافر حفرة لامرئ، ما معنى كم هنا؟ هل هي كم استفهامية أم خبرية؟ إذا رأينا بأن كم تحتاج مني إلى جواب فهي كم الاستفهامية، بغض النظر عن رؤية علامة الاستفهام قد لا أجدها. إذا كم هنا لا تحتاج مني إلى جواب، فهي كم الخبرية، معناه هنا تفيد التكثير، كم حافر. فالشاعر هنا يقول: كم من إنسان يحفر حفرة لأخيه بالخداع والمكر والدسيسة إلى غير ذلك، سيسرعه البغي فيما احتفر. ها، وإحنا نقول بالدرجة يحفر حفرة القوه يطيح فيها. وكم حافر حفرة لامرئ سيسرعه البغي فيما احتفر. إذن هذه كم الخبرية، ونلاحظ أن التمييز هنا ورد مجرورا. كيف نعرف حفرة؟ حفرة مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا، نسينا كلمة هازئا. أرنو، لاحظنا مثل هذه الكلمة في الإعراب التقديري. كيف أعرب أرنو؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. هازئا، تلاحظ أن كلمة هازئا مشتقة اسم فاعل. أرنو إلى الشمس المضيئة كيف هازئا، إذن هل هي تمييز؟ لا، إنما هي حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، كفى بك داء، كيف أعرب داء؟ كفى بك داء، نعم تمييز منصوب بالفتحة لأنه ليس اسما مشتقا، داء. أن ترى الموت شافيا، أن ترى الموت كيف شافيا، حال منصوب بالفتحة. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا، عش فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الخطاب موجه إلى المخاطب. عزيزا، نعم حال منصوب بالفتحة لأنه اسم مشتق، عزيزا على وزن فعيل. وأنت كريم، واو الحال، أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، كريم خبر مرفوع عن رفع الضمة، والجملة الإسمية وأنت كريم في محل نصب حال. السيف أصدق إنباء من الكتب، السيف مبتدأ ورد في بداية الكلام، أصدق خبر، إنباء
ماذا قلنا قبل قليل؟ نلاحظ أن أصدقاء صيغة تفضيل أو اسم تفضيل. الاسم الذي يأتي بعدها إما أن يكون مرفوع إما أن يكون مجرورا أو منصوبا. والذي ينبئني على أنه منصوب هو الاسم الذي قبل هذا اسم التفضيل. هل هو من جنس التمييز؟ الإنباء هي الإخبار الأخبار، والسيف هو السلاح. إذن هل هو من جنس؟ لا. إذن ينبغي ويجب نصبه، فنقول تمييز منصوب، تمييز منصوب. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. إنما الميت، وهنا فائدة لغوية. الميت ربما تطرقنا إليها ونذكر بها. الميت والميت هل هناك فرق؟ نعم، الميت هو الذي مات ودفن وأصبح تحت أطباق الثرى. إنما الميت الذي ما زالت في جسمه أو في جسده روح. قال الشاعر: فيا سائلي عن تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت ما عنه تسأل. فما كان بروح فذلك ميت، وما الميت إلى من إلى القبر يحمل. وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. إنما إن وما، إنما الكافة، فإن أداة نصب، هنا ما كفتها عن العمل. فالميت هنا تعرب مبتدأ، مثل ما نقول إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر. إذا الميت هنا مبتدأ مرفوع عند رفعه الضمة دائرة الآخر. كاسفا باله، وتلاحظ هنا تعدد الحال، من يعيش كيف كئيبا كيف كاسفا، تعدد الحال. كاسفا طبعا هو حال اثنين، حال الثاني منصوب. باله والفاعل لاسم الفاعل مرفوع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نكون بهذه الإطلالة السريعة قد أنهينا درس أحكام التمييز والحال. أتمنى أن نكون قد أخذنا ما يفيدنا إن شاء الله في الامتحان. وفقكم الله، وكان النجاح حليفكم بحول الله. وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.